السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا ان شاء الله اليوم راح نبلش باول سلسله حربيه بالقناه، اللي هي حنبلش بلعبه كول اوف ديوتي الجزء الثاني ان شاء الله. هسه خلينا نروح على النيو جيم ونبلش نختار ايزي لو لا. شو تقولون؟ يلا خلينا نختار عن نورمال وننتظر شويه هذا يحمل. طبعا حسرع يمكن حتى التمرين، لان ماكو داعي يعني التمرين حطه، شيء عادي كلكم تعرفون اللعبه. المهم فالتمرين راح اسرعه، فخلونا نبلش هسه. ندوس هنا كليك. طبعا هذا الريد ارمي تريننج تريننج، يعني هذا مو تريننج. هاي على قولة واحد، طبعا اعرف واحد احنا هنا بتركيا، فما يقولون اسطنبول مثل ما احنا نقولها، هم يقولون اسطنبول، ويعني يلفظون بحرف التي طبعا. بس اكو واحد مخبلهم التي ابد ما يلفظه، يعني يستلمهم حاصل فاصل. شكو حرف تي قوله حرف طاء، يعني مثلا يروح يشتري طماطه ما يقولهم توميتوس، يقولهم طميطس، يعني فتشي كارثه. المهم يعني هسه هذا ريد ارمي تريننج، وهسه خلينا نسرع التريننج. يلا كومراد كومينج سير. يلا اركض اركض. طبعا هاي اللعبة مشكلتها ما بيها يركض، يعني بس هو اللاعب يعني سريع حركته يعني اصلا. هذا شنو؟ جيرمان، هذا الماني. يلا تعال عاد، وين رحت؟ وينك؟ وينك؟ هذا شنو؟ هذا من فات؟ تعال هيك من فتت. هذا شبح، في شبح جني يموه. هسه جياكم، هسه جياكم، والله والله دلل. يلا عاد جد يلغي طالع مسجل من الصبح. ما تقول لي شنو؟ شو موكليك؟ ما تقول لي شقد تحكي؟ كان ستاند اوكي. ها جماعتنا، ها جماعتنا، لا لازم ندنج شيء انقطاع. تعطب هنا رجلك على السريع. طبعا هناك سلاح فخلنا ناخذه بمكان المسدس، المسدس تعبان. يلا عاد اعطينا هذا اللخ. طبعا المفروض اهم زين خلنا العتاد. يا سالح يصعد لنا الدرج. يلا بسرعه، يلا يلا اصعد اصعد اصعد. با نزلت، تعال ابليس. ماشي ما اركض، تدلل. ويت دونت ران. رقم اربعه هاي، وهاي بعد وحده. ويت ماشي. هولد يور بوزيشن، انتظر في مواقعكم. حيشوفني؟ لا اركض اركض عيني. بس هم الواتي همينه حيجون منه. تعال هاي روح لك. توخر توخر، سحل اليوم. قنبله افلت افلت افلت. الله يرحمه. لا لا لا. طبعا انا اموت على السلاح الالماني، السلاح الالماني قوي كلش. خرافي. شكلت نقشت هنا. طبعا من دا اصور ما ادري ايش دا يصير بعيني، دا تحرقني ودا تدمع ما اعرف ليش. طبعا هنا دا اسوي هاي، دا اسوي ما مات، طلع عبالي مات. قنبله قنبله. الله سحقوه. لا قدي الله.
يجب ان نجد طريقا من هنا. نعم انه الطريق الوحيد. لا 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 لا، ليش تضربني يا كلب يا كلب؟ تعال ايش سويت؟ اوه انت ما تعرف اني اسست كول اوف ديوتي، انا المؤسس مال شركه اكتيفيشن. ترى ما حميت، ترى ما حميت، ترى كذب يعني. ها 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 سالمين. هذا هنا على هذا السلاح. هذا بدنه. خلص 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 يا علوتي، اي علوتي. وين رايح؟ وين رايح انت؟ لك شمر قنبله. افلت. افلت. دنج. اسمع هاي الطريقة. شوفهم بعدين دنج. ضرب هذا طلقه. طلقه لفه. تشهدوا. انها ليست شهادة بل نصر عظيم. تعال انت ليش مطلع راسك هيك؟ مو عيب؟ مو عيب؟ افلت. هذا مطلع راسه مطلع راسه مطلع راسه. تعال هذا هذا خلص سوى خطوة خباب. بس شو تريد؟ عيد عيد عيد، ما سمعتك زين. تحصيلي شو اسوي؟ شو تريدني اسوي؟ تريدني اطش هاي؟ تدلل. يلا يلا يلا. هاي كلهم انعلسوا. كلهم انعلسوا. هذا البارح مسجل هياتي. هذا مو اقول لكم هذا شبح، ما حد يصدقني، يعني شلون اجى بهالسرعة؟ وين شلون؟ منين اجى؟ يلا ندوس لك كونتينيو ميشن والله كريم. اذا رجعنا مع الحلقة الثانية، يا حلقة ثانية، المرحلة الثانية بالحلقة الأولى. خلونا هسه نشوف شنو. اعطينا بمحمل خياطة، ما ادري شنو. عبالهم احنا نخيط هدوم. اكو احد؟ اكو احد؟ ايوه ايوه. تعال تعال شو اسوي؟ شو تحكي؟ اكو ابا، احنا خياطين محترفين نشتغل ويا اللمسة اللبنانية. طبعا شو اسمه؟ محل خياطة كلش معروف عندنا، يعني دائما من عندنا نخيط هدوم بغداد سوق شلال. دا ادليكم على المحل، دا اسوي له دعايه. هذا شنو؟ وعاني ارد ادير وجهي على هذا اسوي هيجي. خليني اشوف هذا منو؟ يا صاحبي واقف، ايش فيك؟ ما تقول لي؟ تعال. طبعا هذا السلاح شوي انا اكرهه، يضوجني، بس يلا مجبور. بالكتل قال لي سلاح الماني هنا. هلا والله. بعد ماكو عتاد؟ ماكو. 56 طلقة. هلا والله هلا والله. امشي فاشيز. شنو مو الماني؟ خرب ابليس. شوفوا ذاك ضربني طلقة لان سلاحي مو الماني. هذا ايش فيه؟ هذا مرة؟ صوته مال بنات والله. هذا براسه. تعال وين رايح؟ قنبلة قريبة. لا لا صدق صدق مو شغال. هذا ايش فيه صوته؟ يضحك والله. اتس جيرمان اتس جيرمان. ايش فيك؟ ماني كل ايش فيك؟ هذا يعني ما يموت، بس ارد اعرف. ما تموت ما تموت بخاطر الله ما تموت. تعال تعال قنبلة وراي. شلون سطرك وياه؟ تعال. فاشيز فاشيز وينهم؟ هذا ما ادري ليش مدد. هذا طلقة بظهره. هاي شنو؟ اكو واحد من هنا بس لابس اسود ما يبين يعني. سلاح الماني سلاح الماني. وين وين وين؟ حياته. اوكي 100 طلقة ها هي كل زين. تات كامل. هسه سوفيت يونيون. شو يريدني ادوس حرف البي؟ شو اشوف له يعني مثلا؟ اكو شي؟ صافية دافية. نمشي هسه من هنا خلينا نشوف هناك شكو ماكو؟ كل شي ماكو.
ننزل. خلينا نشوف بشكل قبل ما نطلع. كل شيء موقف. يلا نمشي. دمج ونمشي. هذا طبعا مسبوك اثناء الحرب العالمية الثانية، ونحن الان في الحرب العالمية الثالثة. نقص واحد يصير حرب العالمية الثانية. دمج. فتحهم موسم الدبابات. انها دبابات تفحصنا. تفحصنا. يلا عاد شنو؟ وهذا كان مسوي سيطرة هنا انا واقف يعني بس مو اكثر. والله كان تتك. اكو واحد هيك يركض. Stay where you are. ابقى حيث انت. طبعا هنا حيجون المان اللي حيغزوها للمنطقة. حضر هذا شوفوا هذا. خلينا نشوف انه فد شي زين. قتله زينه زينه من هنا انها جيده. من هنا ارى الجميع وهم لا يروني. سوفيت يونيون. بس انا هنا ما حبيت القناص بهاي المرحله. جوي العصايه هاي شنو قناصه؟ خلينا قناصه. وانا السبع اللي يطلع. تعال تعال صفى عبالي حظل يمشي. تعال ها ليش ممدد طلقات عبي 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 هذا موات. ها شنو ها شنو ها شلون تعرفون من فوتون ها شلون تعرفون من فوتون هيك عفية اولي غير بتخب اخمس فلش الوجه. انا راح من هنا شنو انحلس؟ اي والله عاشق. تعال وين رايح؟ فولينج باك يرجعون او ينسحبون خلينا نقول، واحنا راح نثبت لهم انكم لن تنسحبون. الى اين انتم ذاهبون؟ نحن الروسيون كم في شيء. تعال خل العراق يعني ليش؟ اهو هاي كان شغله واحد مني عند ما يريد يموت بعد ما يموت. من واحد يريد يموت هو يبقى واقف تجي الطلقه هيجي. بس هذا انا عنت وياه. هم ما تشوفون شكل اطلع طلع راسك طلع راسك. هاي عرفني شكلت وياه. تعال هذا صدق يحكي؟ هذا شاد درع؟ هذا شنو؟ طب انه واحد شفت لا طلع صح. هلا طبعا ضوجني. مات هو ولا لا؟ يطلع هو هذا نفسه. احلى شيء يطلع نفسه. قتلته. ايه. صالخ صالخ ملك. كنا الصالخة الحنينة. تذبح القنابل يا صالخ. لك وين هذا سبع. هذا انتبه. والله 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 اردبا انا خاتل ورا شجرة. انسحل انعلس مات. شنو هذا؟ هذا انعلس قنبلة. انا راح يعني ثاني ما توب توب مال تاير. شوف 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 طبعا جيم خرافي. قنبلة شد ماشين جان. هلا والله قنبله بصفي قنبله بصفي قنبله بصفي. انا دا اروح لها انا دا اروح ظلي تمشي انا اروح لها. خير ابليس هاي كله صوت الماشين جان. ماشي انا يكون يلا انا بالماشين جان. وينه الرجال اللي يطلع؟ يلا طلع راسك طلع راسك. حتى الخوذه طايره اياها شاف يعني. يا لو تدنج دنج دنج بس ارفع راسي. والله بالحرب واحد ما يبقى ثابت بمكانه. هذا انا هاي طريقه حلوه. اوقف اضرب ودنج اوقف اضرب ودنج. هاي الطريقه الاصح بالحرب حتى تحافظ على نفسك. خلينا نقول بالذات هاي الالعاب مال الحرب العالميه الثانيه تعطيك واقعيه كلش خرافيه. طبعا انا ندلف المكان اطبلهم ما حد يقدر لي ما حد يقدر يقطني.
ايه صحيح صدقك ما حد يقدر لي. شلون فلشوني شي كبر لك هورت هذا شكل وياي حمسوني. شلون شغله هاي شلون شغله. طبعا اللعبه صار لي فتره من لعبها يعني حذروني شويه. اوف القناص انا غش شويه من القناص صراحه يعني. لا طبعا سالفه وقت لازم اوصل لهنا قبل لا يستلموني اهل الماشين جان يعني. خلي اصفيه واحد اثنين من اهل الماشين جان يعني ما تموت. قبل هسه مو ضربته يعني ليش؟ طبعا انا ثالث موت هاي مو خسارته. يلا خلينا نقول الجدر ما يقعد الا على ثلاثة وهاي الكتلة الأخيرة. طبعا انا دا استعجل طلع كيك فلهذا لا اموت. فخلي شوية اصفيهم قبل لا اركض. ها جماعتين طبعا قام يدق الفايبر بالموبايل اللي قاعد اصور بيه ما اعرف اذا حيفصل او لا ما اعرف. هاي مو خوش سالفة طبعا. بس من ودي يرمي مو دا اضرباني قنبلة وانا احرق عليها. طبعا انزين زين ما متت الا كان اللاصق. طبعا شكل الفايبر ما لا يطفي ما يقطعوا بعد. طبعا يمكن راح اوقف التصوير بس على مود اجاوب الفايبر او اقطعه او لا ما يحتاج ينقطع. زين تيك كفر تدلل. طبعا هاي الشغلات ايش قد تضوج مع العلم انا حتى الانترنت فصلته من التليفون حتى يعني اتوقع هيك سالفه يدق التليفون يجيني اشعار على الفيسبوك او هيك شيء ثاني يعني ما متيت. تعال انا لك هاي دواك هاي دواك وهم ما متيت. تعال لك هاي سحلوا فيهم انسحاب مسحناهم مسح. ها شنو؟ خافني نبو؟ هذا خلينا نشوف اكسبلوزف متفجرات ويريدون انجينير يعني مهندس. بس انا سمعت الطلقات هنا. هي والله هي والله تعال هي والله. هذا الانجينير تعال اعطيني اعطيني شكرا. ها هاي واحدة انا ثانية هنا شنو هنا يلا ما يحتاج. هسه فقط بس هذا المكان هذا المكان قنبلة هنا اوكي. هسه درب الطفرة بس اركضوا لين حتى اللاست لوس. اركض عين اركض موفين ران يلا قاعد. شوفوا هاي الطلقات حوقعكم حيوقعكم. شنو اني شنو اني طلقات وقعتهم سبحان الله. هيك هذا الرشاش العادي وقعت بناية كاملة. اقعد يقدر لي يا اخي الحماوة حلوة واحد من يحمس قحقحوا يعني قحقحوا على راحتكم. Then the British campaign has been unlocked in the mission select menu. يقولي بعدها مقفول المهمات البريطانية بعدها مقفولة فلازم ندوس على next mission وهسه حنبدي بالمرحلة الثانية إن شاء الله. طبعا ممكن ما أكمل المرحلة الثانية كلها. Stalingrad 1940. Stalingrad. طبعا هذا المكان الوحيد اللي وصله له مو المكان الوحيد آخر مكان لو عبري ال ألمان. طبعا كان سقطت كل روسيا. خلينا نقول شلون المنطقة الخضراء بالعراق يعني أساس الدولة هم عندهم بستانجلارد بروسيا لو عابرين بس هاي المنطقة تسقط روسيا كلها وكان العالم كله صار تحت سيطرة النازية. يقدرون يعني عندهم هم قوية صراحة يعني عندهم القوة اللي تخولهم يحتلون العالم. بس كروسيا أو ماشين جن هنا عفونا من النازية هسه خلينا نحاربهم هنا قنبلة دور وارجع ارجع بق ما طقت طقت. هلا واحد مات براسي يعني تلحق تشمر قنبلة وانا الف طلقة رامي عليك وما تموت. تعال هسه
بس تقولي وين حط روح. هذا براسي. هذا شنو؟ كان المسدس؟ ولا بالمخيخ؟ اي بالمخيخ. طبعا هسه انا اريد سلاح هواني وها هي. نقول سيمينوف المانية. احسن لي. لان انا احب السيمينوف. ها شنو واحد هنا؟ ما يجيبني هاي الطلقة. نجيب هذا فوق. طب حنعلس. 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 خلنا ندنج شوية. تعال. تقتلني كلب. كلب. انك لكلب حقير. سلاح الماني بلكت. اي والله حياك حياك هذا الميت. لك هذا والله صوت عبالك مال بنية. خبلني. يلا. طبعا شباب لهنا انا اتصور راح يخلص الفيديو. اقف بس خلص هذا بعدين نخلص الفيديو. ما اريد اطول الفيديو عليكم اكثر من هذا يعني اخاف يصير ملل او شيء ما اعرف يعني بعدني بحيال المراحل يعجبكم تتابعوها لو لا. المهم لهنا انا وراح يخلص طبعا هذا الفيديو ويتبع بفيديو قادم وفيديو ثاني ان شاء الله. لهنا انا اتمنى استمتعتوا بهذا الفيديو واذا عجبكم الفيديوهات اتمنى تعطونا لايك واذا ما مشتركين بالقناه اتمنى تشتركون حتى يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.